أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. فاينل كلورايد أو كلورير دوفينيل، هذا الغاز غير الملون القابل أن يستهلك. هذه هي خطورة هذا الغاز على وجه التحديد. يتذكر الجميع أن هناك 5 PPM هي المسموح بها جوا، فيما 1% فقط من المسمى إما كلورور دوفينيل أو فاينل كلورايد كما ذكرنا، وهناك كلورو تن من جهة أخرى أو تينيل كلورو تينيل، كل هذه تسميات واحدة. فقط واحد بي بي أم بالنسبة لمثلا تجهيزات القابلة أن تكون لها ارتباط بالغذاء كالطهي وغيره، فالأمر يتعلق بواحد بي بي أم وفي بشكل غير مباشر مع التغذية، لأن الأمر يتعلق بالأساس مع هذا الغاز غير الملون وشديد الاشتعال، وهذا الذي لاحظناه في أوهايو في قضية 50 مقطورة. ومن الخطورة بمكان أن نعرف أنه شديد التلوث، شديد السمية، يعني مرتفع في السمية إلى أعلى حد. إذا إن كان هذا هو التقدير المبسط بالنسبة لفاينل كلورايد، فإن أكثر ما حدث في لحظة 50 مقطورة في أوهايو ومع شركة نورفولك ساذرن، هذه الشركة التي حققت على الأقل حسب آخر ترتيبها الضريبي والحسابي، حققت من الأرباح 3 مليارات و200 مليون دولار في سنة 2022 فقط، ونتحدث عن رقم معاملات قد يصل إلى 10 ملايير دولار. نتحدث عن عملاق حقيقي بالنسبة لهذا الوضع. لكن السؤال المطروح الآن، وفي لحظة نعلم جيدا تحمل باتجاه نيويورك، شيكاغو، شيكاغو ماكرون، برمنغهام، وأيضا من مركز أوهايو إلى فورفولك عبر كولومبوس ورونوكي كما أوضحت الشركة نفسها، يعني لديها أكثر من خط يعمل عليه هؤلاء. السؤال هنا، لماذا جاء الاشتعال؟ الاشتعال أولا لأن طبيعة الفاينل هذا شديد الاشتعال وسمية عالية، يمكن أن تصيب على الأقل سرطانين، يعني أننا نتحدث عن كونسيروجين، يعني أن هذا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وبشكلين وليس شكلا واحدا. يعني حالة الإصابة بالتسمم عبر الفاينل قد يصل إلى الكبد، قد يصل أيضا إلى سندروم معروف للغاية راينو. وهنا لابد من التذكير بأن الجميع يذكر الـ H220 وأيضا الـ H350 بالنسبة للسمية للفاينل. فعندما يعلم الجميع تقريبا أن حالة الإصابة بالسرطان مرتفعة للغاية لأن حالة السمية مرتفعة، وعندما يصل الوضع إلى إحراق الفاينل سيزيد الأمر لأن الكل سيدخل إلى الرئة، وبالتالي سيرتفع بشكل عال جدا حالات الإصابة. إننا نعيش كارثة في أوهايو، هذا واقع الحال مع شركة تنقل مثل هذه السمية العالية والتي اشتعلت. سؤال المطروح الآن، من الذي أشعل النيران؟ لا بد من تحقيق في الموضوع أولا. وبالنسبة لشركة الآن تدفع $1000 للمواطن في هذه المنطقة، هذا أكبر كارثة على الإطلاق. وأن درجة السمية في المياه تكون مرتفعة رغم ما يدعيه الأمريكيون بأن كل شيء بسلام، لأنهم اختاروا الإحراق أولى من أن يدخل إلى باطن الأرض، ففضلوا إحراق الفاينل، وهذا لديه أيضا مسبب آخر لكنه سيرفع
بشكل واضح الإصابة بالسمية العالية عبر الرئة. أغلب الأحيان ليس كالكبد أكثر حساسية للفاينل، ولكنه الأقل. كل هذا معلوم، لكن الخيارات عند الشركة التي وقعت في هذا الحادث، فالأمر هنا أنها تختار أقل الأضرار بقضية الإحراق من جهة، وثانيا بألا تتركه على الأرض، لأن من المهم للغاية في هذه 50 مقطورة لقطار خرج عن سكته واحترق. على الأقل الآن هل المقطورة يمكن أن يكون فيها حالة الاحتراق، وكيف تم الاحتراق وإلى آخر، هذه كلها يجب أن تكون تحت التحقيق. فنحن نتحدث عن كارثة بما تحمل الكلمة معنى. والغريب أن دي جارديان مثلا نشرت أن الشركة سلمت $1,000 للفرد المتضرر مثلا. هل الأمر يتعلق بأفراد أم بعائلات أم بالقرب من الحادثة والتي يمكن أن تؤمن الشركة مثلا مساكن جديدة للمتضررين بشكل أكبر إلى آخره. لكن على العموم هناك أولا تعتيم شديد بخصوص ما جرى، هذه مسألة أولى. وهل الأمر يتعلق بإحراق لتقليل السمية عبر درجة الاستنشاق، وأيضا بالنسبة للمياه الصالحة هل الأمر يتعلق بمياه صالحة حقا؟ يعني أن مثل هذا الوضع لن يؤثر على الفرشة المائية، لأن الكل احترق فأصبح هناك تلوثا في الجو أولى بكثير من أن يكون تحت الأرض. كل هذه الخيارات هي خيارات من أجل القول أن من قصد عملية الاحتراق ليس بالضرورة أن الحادثة هي التي ولدت الاحتراق، بل الأمر يتعلق بمحاولة إحراق هذه الكمية من أجل تحويل التسمم إلى غاز، عوض أن يكون الوضع بالتأكيد وضعا فيه سمية عالية بالنسبة للمياه والأرض. ولماذا؟ لأن لدينا خاصيتين في الفاينل. أولا أنه غاز سمي بدون لون، غير ملون، لذلك فيمكن تمرير هذا الوضع لأنه غازي وغير ملون. ثانيا أنه قابل، أنه رطب قابل لتمريره، يعني لا يمكن الإحساس به مباشرة، وبالتالي فإن تمريره يمكن. ولذلك فقد حولت السمية من الأرض وأن يتحول إلى غاز، وهذا قد يكون وراءه أيضا ما وراءه. لذلك فأمريكا تتستر عن أشياء، والشركة نفسها تركت من أجل التمويل السريع المباشر، وأيضا تستغل طبيعة هذا الغاز وطبيعته سمية عالية بنفس القدر الذي يمكن أن نقول فيه إن هناك أيضا اشتعال عالي للفاينل. إذن الفاينل كلورايد الآن بهذه الأزمة التي حدثت في أوهايو، وحاكم أوهايو وكل هؤلاء يحاولون الطمأنة جهد الإمكان، رغم أن لا أحد يحدد كم كان في المقطورة الواحدة. إن كان هناك احتراق لخمسين مقطورة فهناك عدد هائل للغاية بالنسبة لدرجة التلوث، رغم حالة الإحراق التي قررتها الحكومة الأمريكية من أجل تحويل الوضع إلى سمية غازية وليس سمية على الأرض، والتي كانت ستؤدي إلى كوارث دائمة. المشكل كله أن هؤلاء اختاروا بسرعة أن يكون مثل هذا الوضع سريعا، وأن لا يكون ببروف، يعني لا يكون هناك دليل، لأن حالة الإحراق مع عدم وجود لون وأيضا السمية في الهواء ومن دون لون، كل هذا يجعل سؤالا كبيرا. هل الحكومة الأمريكية أرادت أن تبعد نفسها أولا، وأن الشركة قدمت فوريا مليون ونصف مليون دولار من أجل محاولة لملمة كل هذا في أوهايو،
ولكن مع ذلك فإن العملية سيكون لها ما بعدها وانعكاساتها سيكون ذلك بشكل أكبر، خصوصا على صعيد السرطانات، سرطان الكبد على وجه دقيق، وأيضا بالنسبة للسندروم راينو على وجه دقيق أيضا. وبالتالي فإن حالات الإصابة بتسمم فاينل معروفة للغاية، ولهذا فإن الأمريكيين يحاولون تجاوز هذه الأزمة كما ذكرت بجعل هذا الغاز والمعروف بأنه غير ملون جزءا من تسمم مباشر عبر الأجواء، لا يستطيع معه المدعي أن يقول أن هذه السمية من فاينل وليس من شيء آخر. لذلك فضبط الحالة مباشرة مع تسليم المال على وجه دقيق، ومن ثم أيضا صار على القول أن هذا التلوث هو تلوث ضعيف، الأمر لا يتعلق بضعف في التسمم الآن، وإنما هي كارثة حقيقية سيكون لها ما بعدها رغم حالة الاحتراق السريع، وهذا الذي تأكد من خلاله أن حالة الإصابة حقيقة ستكون منخفضة جدا بالنسبة للتسمم عبر الأجواء. ولكن مع ذلك فإن هناك محاولة للإحراق، إحراق الفاينل على العموم، ثانيا محاولة تقليل السمية على الأرض وذلك بالإحراق، ثالثا أن هناك تشيرنوبيل حقيقي وقع فيه الآن الأمريكي في أوهايو، وتحاول كل من الحكومة وأيضا للشركة أن تلملم هذا الملف بأسرع وقت ممكن من جهة، وأيضا بدون آثار حقيقية على الأرض. الأمريكيون واضحون بأنهم يريدون التغطية على هذه الشركة، والسؤال المطروح الآن ما هي أهمية مثل هذه الكمية العالية بالنسبة للفاينل؟ قد يكون عاملا هاما جدا في أي حرب من جهة، وأيضا في الاستخدام العالي للفاينل وبمنسوب هام جدا قد يدفع إلى الغيبوبة وغيرها. هذا أهم شيء لخاصية الفاينل، ولذلك فالاستخدام غير المسموح به في الحرب الكيميائية قد يدخل ضمنها، ليس فقط كجزئية ضمن معادلة أو كجزء ضمن المعادلة، وإنما أيضا استخدام الفاينل كأحد الغازات السامة، وهذا الذي يجب اليوم تأكيده أن هناك اعتبار دقيق للغاية بخصوص سمية الفاينل كلورايد من جهة واستخدامه في الحرب الكيميائية، لأن الكمية تتجاوز بشكل كبير ما هو منقول أساسا. إذن هناك مآرب أخرى بالتأكيد لنقل هذه الكمية، ولأن مسألة نقل هذه الكمية بطريقة غير مأمونة، لأن المسألة تتعلق بنقل مادة شديدة الاشتعال وبمقطورات دون أخذ الاعتبار بإجراءات التأمين أساسا، وأيضا بأي إجراءات احترازية. إذن أمريكا أخطأت والشركة أخطأت عندما نقلت بهذه الطريقة وبهذه الكمية وبالاستتباع بمقطور قريبا من المقطورة دون أخذ أي إجراءات. إذن أمريكا متورطة في النقل، هذا النقل نقل غير آمن. ثانيا أن مسألة الاشتعال لم يكن ليحدث إلا في وضعية، الآن نطرح هل كان فقط هذا غاز غير الملون أم أن الأمر يتعلق بمواد أخرى، وأن تكون اللائحة الكيميائية مؤجلة إلى أجل. وبالتالي فإن مسألة الإحراق هل هو مقصود أم هو ناتج عن المادة، كل هذا يجب أن يكون فيه تحقيق، لأن التحقيق وحده هو الذي يمكن أن يكشف وبشكل كامل ما الذي حدث وماذا هو متوقع. وبالتالي فإن تشيرنوبيل أخرى
يحاول الآن الأمريكيون التغطية عليها، لأن المهم بالنسبة لكشفها غير مرغوب على الإطلاق في كشف أي تفاصيل حول ما حدث وأمر التحقيق الآن. هل هناك تحقيق أصلا؟ وهل السلطات الفيدرالية قامت بتحقيق؟ كل هذا يطرح سؤال مباشر حول الحرب الكيميائية التي بدأت أساسا في أوكرانيا. ومن المهم جدا أن الفاينل هذا يدخل ضمن ما سمي بالحرب غير الملونة، حرب غازية غير ملونة تأخذ وقتا من أجل أن تظهر على السطح أو أيضا في الأجواء، ما سمي بالتسمم البطيء. كل هذه الأجزاء والجزئيات هي ضمن استراتيجية شاملة حاول أن يدخلها الأمريكي في الحرب الأوكرانية، وهذا الذي يمكن تفصيله في فيديو آخر. لكن على العموم فإن اعتبار فاينل كلورايد ضمن المساعدات في الحرب أو على الأقل المواد المساعدة في الحرب الكيميائية التي تزداد يوميا في أوكرانيا قد يكون لها مفعول آخر، لأن هذا الغاز والتصنيع الذي لديه، وأمامنا الاستراتيجية 5 و7 يمكن الأخذ بالفاينل هذا أن يكون جزءا هاما للغاية من معادلة قد نقول عنها ليست معقدة وحسب، وإنما هي تفي بالتورط الأمريكي فيما يجري، خصوصا بالنسبة لحالة الإحراق وبالنسبة للنقل غير المؤمن، وأهم من كل هذا السرعة في نقل هذه المادة وبالأطنان هذه، ولماذا تحديدا. كل هذا يجب أن يعاد النظر فيه وأن يتم التحقيق بشأنه، لأن هذه الكمية كمية تتجاوز جميع الحسابات التي لدى الأمريكيين، سوى أن يكون هذا الكلورايد جزء لا يتجزأ من حرب قادمة متوقعة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.